طب كابتن سلعاوي استاذنك نروح لارض الملعب ونعمل لقاء مع نادين السلعاوي احد نجوم مباراه اليوم والفريق. اتفضل يا مريم. طبعا عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجوله الثالثه من دوري السوبر لسيدات سله الاهلي بسكور طبعا كبير، يمكن 70 بوينت فرق 122-52. شفنا مباراه كبيره جدا طبعا على المستوى الفني والمستوى البدني. طبعا يسعدنا يكون معانا دلوقتي واحده من نجمات المباراه، كابتن نادين سلعاوي، بنرحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه يعني يمكن اكيد ماتش للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك، سكور كبير جدا، لو هتكلمين النهارده على المباراه ممكن تعلق عليها تقولي ايه؟ الحمد لله طبعا على الفوز النهارده، ده ماتش اهلي زمالك يعني ديربي كره السله، احنا كنا مستنيين الماتش ده، يعني عايزين نثبت للناس كلها النادي الاهلي فين بغض النظر عن اي حاجه. يمكن من اهم الحاجات اللي احنا كنا يعني مركزين فيها النهارده اللعب الجماعي، وان احنا نلعب بمنظر مظهر حلو ونقدر ننفذ يعني كلام كابتن طارق خيري، والحمد لله يعني ربنا وفقنا قدرنا نعمل كده يعني ونحقق فوز تاريخي زي ما قلتي، مباراه للنسيان في عند نادي الزمالك. يعني نادين لو هنتكلم النهارده يمكن على الرغم من ان كان في سكور كبير جدا برضو واصل لاكثر من 70 بوينت، ولكن شفنا كابتن طارق برضو ليه تعليمات صارمه، كان يمكن متعصب ما بين الكوارترز، لو هنتكلم يعني ليه كان غضبه من ايه على الرغم من الفارق الكبير ده في البوينت؟ عشان احنا بنلعب النادي الاهلي زي ما بقول لك دي حاجات اساسيه احنا حطيناها من بدايه السيزون، فاحنا يعني ماشيين على الخطايا دي، فلازم لو في اي غلط حصل يعني نقدر نصلحه بين شوطين عشان ننزل ونقدر نكون بمنظر احسن. زي ما انت شفتي طبعا يعني لعبنا ال 12 لعيب والسكور متوزع على الناس كلها، وكان اهم حاجه يعني ان احنا يعني نظهر بمظهر كويس الحمد لله النهارده وربنا وفقنا في كده. اخيرا يمكن ما كانش فيه النهارده تحضيرات استثنائيه قبل المباراه، كان كابتن طارق بيتعامل معاها زيها زي اي ماتش تاني. لو هنتكلم على التحضيرات اللي جاي، البنك الاهلي، الجزيره، يمكن سبورتنج هو الاهم في المسيره دي او في اللي جاي في الدور اللي جاي، عايزين نتكلم شويه عن الاستعدادات. احنا بناخد الصراحه كل ماتش بالمباراه يعني اللي عندنا، فاحنا يعني بنعتبره الكوتش كان قايل لنا ان يعني كان اي ماتش بالنسبه لنا مباراه كاس احنا نازلين عشان نكسب، احنا عايزين نسيب ان شاء الله موسم بلا هزيمه، وده يعني اللي في دماغنا، ده المايند سيت بتاعتنا. عندنا مباراه البنك الاهلي فرقه طبعا تحترم كويسه جدا، فرقه بتجري، فرقه سريعه، المباراه هتبقى في ارضنا ان شاء الله ربنا يعني يقدرنا. بعدين عندنا ماتش قوي جدا مع الجزيره في مركز شباب الجزيره يوم السبت، ده يعني تبقى مباراه قويه. بعدين عندنا سموحه، بعدين سبورتنج ان شاء الله. توفيق يا كابتن، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا شكرا، وعايزه اسلم على بابا برضو في الاستوديو لازم اهم حاجه. ماشي شكرا، باي باي. طبعا ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحده من نجمات مباراه النهارده، كابتن نادين سلعاوي، زي ما احنا شفنا اتكلمت ان هو اكيد بالنسبه لهم كان مهم جدا السكور ده يحصل علشان يوروا او يعني يشهدوا الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين بقيه الفرق الاخرى، اكيد ما بين اي حد يعني.